يستحب تغميض عيني الميت إذا مات؟ قال لأنه غالب الأموات يفتحون عيونهم. قالوا لأنه ينظر إلى الروح وهي تخرج، وإذا خرجت الروح تبعها البصر. والله سبحانه وتعالى يقول: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. قال: هل تنظرون إلى خروج الروح؟ يرى الإنسان خروج روحه من جسده، وهذه أشياء يجعلها الله تبارك وتعالى خاصة للأموات أنفسهم، يرون هذا الشيء لا يراه الحاضرون، يرى روحه وهي تخرج. وهذا وارد، أن يرى شخص شيئا لا يراه الآخرون. وكان أحيانا جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويراه ولا يراه الآخرون الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم. والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى.